السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عام 6 هجريا أراد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى العمرة مع الصحابة، وكان عددهم ما يقارب 1400 من الصحابة، فارتدوا ملابس الإحرام وساقوا الهدي أمامهم وخرجوا من المدينة المنورة دون عدة أو اعتاد للحرب. فلما أقبلوا على مكة خرجت لهم قريش ومنعتهم من دخول مكة. وبالقرب من مكة وفي منطقة تسمى الحديبية حدثت مفاوضات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش، وانتهوا إلى أول معاهدة بين المسلمين وقريش التي تعرف باسم صلح الحديبية، واللي اتفقوا فيها على هدنة لمدة 10 سنوات لا حرب فيها ولا قتال بين المسلمين وقريش، وأن يعود المسلمون دون القيام بالعمرة في هذا العام على أن يعودوا في العام المقبل عام 7 هجريا للقيام بالعمرة، وتخلى لهم مكة لمدة 3 أيام. ولما كان العام المقبل عام 7 هجريا تجهز الرسول صلى الله عليه وسلم وقرابة 2000 من الصحابة، ولكنهم في تلك المرة أخذوا معهم عدة وعتاد الحرب مخافة من غدر قريش، ولكنهم كرهوا القتال في الحرم وفي الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء وقاتلوا أيها المؤمنون لنصرة دين الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تجاوزوا الحد على من لا يحل قتله من النساء والصبيان والشيوخ والرهبان والمجانين ولا تعتدوا على الأجراء والفلاحين الذين لا يحاربون ولا يناصرون الأعداء ولا تعتدوا على من ألقى إليكم السلام وكف يده ولا على من قبل دفع الجزية ولا تمثلوا بالقتلى ولا تقطعوا الأشجار ولا تقتلوا الحيوانات دون ضرورة. فالقتال ليس مقصودا لذاته وليس هو الغاية، ولكنه مجرد وسيلة لتحقيق غاية وهي نصرة دين الله. فإن تحققت الغاية دون قتال تحفظ الدماء. إن الله لا يحب المعتدين الذين يجاوزون حدوده فيستحلون ما حرمه الله ورسوله. واقتلوا الذين يقتلونكم من المشركين حيث وجدتموهم وأدركتموهم وظفرتم بهم، ولا تأخذكم بهم رأفة ولا رحمة، لأنهم المعتدون أولا، والجزاء من جنس العمل. وكما أخرجوكم من دياركم ومن مكة أخرجوهم، فإن المشركين من قريش قد أنزلوا بالمسلمين الأوائل من صنوف الأذى والعذاب ما اضطرهم إلى ترك مكة والهجرة 3 مرات، مرتين إلى الحبشة ومرة ثالثة إلى المدينة المنورة. وفي هذا تهديد للمشركين وإغراء للمسلمين ووعد بفتح مكة. والفتنة أشد من القتل، والكفر والشرك أشد من القتل، والصد عن الإسلام أشد من القتل. وابتلاء المؤمن في دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركا وثنيا أشد من القتل. ويستدل بذلك من تلك الآية الكريمة على قاعدة مشهورة تقول: يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. ولا تبدأوهم بالقتال عند المسجد الحرام تعظيما لحرمته حتى يبدأوكم بالقتال فيه، فإن قاتلوكم في المسجد الحرام فاقتلوهم فيه وأبشروا بالغلبة والنصر، فإن هؤلاء المشركين بهم من الضعف والخذلان ما يجعل المؤمنون قادرون على قتلهم دون قتال. كذلك جزاء وعقاب الكافرين من القتل في الدنيا
والخزي الطويل في الآخرة. جزاكم الله خيرا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين.